هل يمكن أن أسجد لله لكي أدعو الله والسجود من غير سبب؟ يمكن أن تسجد لله، لكن هذا ليس من السنة. الإنسان إذا أراد أن يدعو يسجد. إن صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقائم أن يستجاب لكم، لكن السجود الذي له سبب كسجود التلاوة أو سجود الصلاة هذا الذي له سبب. أما الإنسان يريد أن يدعو يسجد ما نقل هذا عن النبي أبدا صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان يعني في حاجة معينة مثل ظرف طارئ أو كذا لا يتخذها عادة، وإنما القصد أن السجود لا شك قربة من الله تبارك وتعالى فله أن يسجد لكن لا يتخذها عادة.